السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب المرحلة الإعدادية في درس جديد نتعلم فيه كيفية رسم الزخارف الإسلامية بطريقة بسيطة وسهلة. بداية سنستخدم ورق المربعات المتماثلة. هنبدأ بشكل بسيط كده، نرسم في مساحة 4 مربعات، هناخد علامة الزائد أو البلس بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وهبدأ في رأس الخط العمودي أعمل شكل 7 بتوصيل الزوايا بالشكل الموضح في الرسم، وأبدأ أكرر هذه العملية في جميع الاتجاهات بشكل بسيط جدا كده. أكون خلصت أول شكل، وهوصل القطرين طبعا، وهبدأ أحدد بالألوان المائية. دائما تعتمد الزخارف الإسلامية على النسبة والتناسب وإحداث عملية منتظمة وتكرار. هذا التكرار ينتج عنه تفاصيل جميلة جدا زي ما هنشوف دلوقتي. احنا هنرسم شكل واحد وبعدين هنبدأ نكرره بنفس الآلية اللي احنا اشتغلنا بيها. انا بس بدأت احدد الشكل عشان يظهر في التصوير. كده حددت الشكل بالكامل، هبدأ أوصل القطرين، أصبحت عندي شكل النجمة الإسلامية. عشان أكرر الشكل وأعمل زخرفة إسلامية منتظمة، أنا هسيب مسافة مربعين، سيب مسافة مربعين من جميع الاتجاهات، يعني أدا واحد مربع وأدا المربع التاني. هنا بقى هبدأ أخد علامة الزائد أو بلس اللي أنا برسمها، اللي هي المحورين اللي أنا برسم عليهم الزخرفة. خلاص المربعات بتسهل عليا كتير جدا، فبنفس الخطوات اللي أنا اشتغلت فيها في المرحلة الأولى هبدأ أكررها هيها بالظبط. يعني كمان ممكن أخد القطرين دول، يبقى أنا المربع اللي أنا اشتغلت فيه 4 خطوط، خطين عاملين زائد وخطين عاملين اكس مع بعض، وابدأ بقى ايه اكون الاشكال بنفس التسلسل بالظبط. من رأس الخط العمودي ابدأ اوصل الخط ده بميلان والخط التاني اللي قصاده بميلان، وبعدين اكمل الشكل بنفس التسلسل زي ما احنا شايفين. هلاحظ ان التقاء النجمتين مع بعض في المنتصف عمل لي مربع، طبعا ده من نتاج تكرار الاشكال مع بعضها البعض. المربع محطوط بزاوية 45 عطيني شكل معين، لما هكرر الشكل 4 مرات مع بعض هلاقيه هيعمل لي في النص شكل مربع أكبر. يبقى أنا استطعت من خلال تكرار الأشكال الهندسية والرسم بشكل منتظم إن أنا أعمل تكوين هندسي غاية في الروعة والجمال، وكمان مبسط وسهل. هبدأ أكمل بنفس الطريقة زي ما هتتابعوا معايا، وفي الآخر هبدأ أوزع الألوان برضو حسب اللي يناسبني، اراعي تناسق الالوان، ممكن اخليهم كلهم بتسلسل واحد، ممكن اعمل كل واحدة بلون زي ما هنشوف في نهاية الفيديو. بس اللي يهمني وانا برسم ان انا ببدأ بعلامة الزائد اللي احنا شايفينها دي، ولما باجي ارسم المربع اللي جنبه سواء من اليمين او من اليسار او من الاعلى او من الاسفل بسيب مسافة مربعين، وابدأ ارسم علامة الصليب اللي انا هرسم عليها الشكل اللي تاني اللي جاي اللي على اليمين او اللي على اليسار بنفس الشكل، واعمل بقى الكروسات بتاعت الاكسات وابدا اوصل. هلاقي ان الشكل طلع معايا زي ما هنشوف في نهايه الفيديو، حاجه منظمه جدا وحاجه شكلها كويس جدا. اسيبكم مع الفيديو واستنوني ان شاء الله في درس جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.